شكرا ياسين بالمنور. دعونا ناخذ مجموعه من العناوين، ابرز العناوين التي جاءت في الصحف المغربيه، ثم نفتح حديثنا على منتخبنا المغربي. السايس العميد، اقدم اعتذارنا للشعب المغربي لانه كان يستحق الافضل. المغاربه يحملون الناخب الوطني الاقصى من دور الربع. خليلوزيتش خسر الاختبار الحقيقي الاول. يوسف حجي يطالب بإعادة زياش ومزراوي للمنتخب المغربي. جاءوا بصلاح وتركنا زياش مدرب المغرب في عين العاصفة. نبدأ معك فتحي، شو رأيك؟ زياش، مزراوي، خليلوزيتش، تقريبا الشارع الرياضي المغربي يتمحور حول هذا الثالوث. نعم، فما إجماع، هناك إجماع. النتائج كانت تؤجل هذا النقاش، النتائج أجلت هذا النقاش ولم تقصيه، لأنه هذا النقاش أجل لأن المنتخب المغربي عمل كأس إفريقية محترمة إلى حد الانسحاب متاعه. حتى ولو فاز المنتخب المغربي بهذه الكأس الإفريقية كان النقاش سيفتح، لأنه قدام المنتخب المغربي كما قدام المنتخب التونسي والجزائري والمصري تحدي أكبر هو المرور إلى كأس العالم. أنت عندك أسلحة، عندك أسلحة رائعة، عندك زياش، عندك مزراوي، مخليهم في البيت ليه؟ إذن ليش؟ لأنه ديكتاتور بين ظفرين، ديكتاتور مع فيلسوف يسهر علينا، لأنه هو ديكتاتور وفيلسوف. حتى في التغييرات، وكنت نسمع بدر، وبدر نحكي أنا وياه ويعرف المنتخب المغربي، تغييرات متاع وحيد خليلوزيتش غير عادية وسط الميدان اللي هو روح الفريق، كل مقابلة يبدل وسط الميدان. وبالتالي المطلوب الآن، المطلوب الآن هو أنه هالورقة البيضاء، هالشيك على شعبي، مطلب منطقي، ما هو شعبوية ولكن مطلب منطقي. أنا عمل إمكانية واردة جدا، والمغرب مبدئيا لو يلعب بكامل أسلحته وأنهي سيكون في طريق مفتوح إلى قطر 22. صابر، أنا أخشى من الوقت، كل همي، كل تركيزي، كل خوفي الوقت. في مباراة أمام الكونغو، في نهائيات قطر، المغرب لازم تكون في قطر. بعد خبر بوفال والأوضاع الآن، يعني هذا كله مش في صالح المنتخب المغربي. لذلك أنا بقول أنه الجمهور المغربي والجامعة المغربية بين المطرقة والسندان أبدا. أنا طبعا رغم اعتراضي الشديد على إدارة خليلوزيتش للمنتخب، بس ما ينفعش يمشي. خلينا نكون منطقيين وندور على حل. هو أخطأ، وأخطأ وخطأه الأفدح في عدم استدعاء زياش ومزراوي، إنما الحل دلوقتي يكون إزاي؟ أتمنى من العقلاء أو من المسؤولين في الاتحاد المغربي يتدخلوا بسيناريو إحنا عارفين مزراوي وكل أعضاء الفريق، وخاصة كما ذكرت في غياب بوفال في التوقيت ده. ذكرني بنعم أو لا، أنت مع أن خليلوزيتش غادر؟ لا. مش معه. لا. طيب. ومانيش مع انه زياش ومزراوي يعملوا تصريح ويعتذروا او لا. لا، نحترموا العباد. طيب. انا جاي باش نخدم بلادي. تمام، واحنا دائما نقول اهل مكة ادرى بشعابها. كيف يمكن ترتيب البيت المغربي الكروي الداخلي لصالح الكرة المغربية؟ لان حابين نشوف منتخب المغرب في قطر. تفضل بدر الدين. اعتقد مهند بمطلق الامانة انه هذا الذي حدث أمام منتخب مصر، طريقة الخروج، مغادرة كأس إفريقيا الأمم من دور الربع، أحدث نوع من الصدع على مستوى الشارع المغربي وفي المشهد الكروي الوطني، لأنه كانت الأمل معلقة. وربما المنتخب المغربي أعطى مؤشرات قوية على أنه بالفعل يجب أن يتاق به، وأنه جاء إلى الكاميرون بالفعل الفكري لواحد خليلوزيتش أنه ارتكب أخطاء كثيرة جدا. إنما السؤال اليوم، هل يتم الاحتفاظ به إلى غاية مباراة جمهورية الكونغو، أم يا ترى ندب إلى تفعيل البند الوارد في العقد ونعتبر بأن العلاقة التعاقدية منتهية؟ أنا أتصور الاتحاد المغربي أو الجامعة كانت حكيمة في هذا الموضوع كحالها دائما مع تحليل ودراسة الأزمات، لم تقل أي شيء إلى غاية الآن. ما هو حاصل؟ أن وحيد خليلوزيتش سيعقد يوم الخميس ندوة صحفية، ماذا سيقول فيها؟ أنا لست أدري. هل سيبرر الخروج من كأس إفريقيا؟ هل سيعطي ضمانات أخرى للمرحلة القادمة؟
أو أو أو. على كل حال أنا أتصور من موقف من 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 موقفي الشخصي على أنه يعني بدر الدين الإدريسي ينتظر يوم الخميس مؤتمر صحفي لوحيد خليل زيتش حتى يستمع له لإقناعه ببقائه أو عدمه. يعني أنت ما زلت تنتظر في المؤتمر الصحفي؟ لا 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 لا. طيب أنا ما قطعتكش، لا أعطيتك المساحة الكاملة. نعم. جاوبني مباشر الحين. نعم. بدر الدين اللي نعرفه. أيوة. وحيد يظل ولا يغادر؟ لا وحيد يظل. تمام. يظل ولكن تحت شروط، وأنا أقولها تحت شروط. الشرط الأول أنه يعيد للفريق الوطني لاعبيه حكيم زياش ونصير المزراوي بلا قيد ولا شرط، وأن يكف عن هذا الكلام الذي يعني ممكن جميعا نفكر بصوت عالي. أعتقد في مسؤولية أهم هي الاتحاد المغربي لكرة القدم. طبعا هو اللي يعمل هذا كله في النطاق الحبي الصحي حتى تتوفر البيئة الصحية. يعني مش غصب عليه صحيح يا مهند، رفع عليك. ده اللي أنا بقوله، حابب تكون في ضغينة يا مهند. يتعمل سيناريو بذكاء وبحنكة، يتعمل سيناريو ظريف لا يعتذروا ولا يعملوا. ولكن كمان أنا ما أجبرش مدرب على اتنين لعيبة وبوظ المناخ داخل الفريق بشكل عام، اللي حيكون ضد المنتخب. صحيح يا مصابر، أنا لو تذكرت تكلمت على هذا الموضوع وقلت على أن المؤشرات كلها تقول على أن زياش حتى تصريح بداية برنامج في مارس مزراوي هو ومين زياش وفي واحد ثالث والزلزولي إذا أمكن والزلزولي. على كل حال لا ما قلت إذا أمكن، قلت في شهر مارس ثلاثة هادو رجعين. لا على كل حال احنا هذه إذا أمكن ضفتها اليوم. طيب احنا اللي نركزوا عليه أكثر، اللي نركزوا عليه أكثر زياش والمزراوي. اوكي انا طيب والزلزولي إذا أمكن. آلية الزلزولي زلزاله آلية إعادتهم الفريق الوطني، هذه مسألة تخص رئيس الجامعة بوصفه رئيس لجنة المنتخبات وايضا سيد وحيد خليل فوزي الأقشع. اوكي مهمة فوزي الأقشع توفير مناخ الصحي للمنتخب. اذا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني وهذا هو الاساس يا سيدي مهند، ان يحدث تغيير كبير على مستوى منظومة الفريق الوطني، أقصد بذلك الإطار الفني المشرف على الفريق الوطني، حتى لا يترك سيد وحيد خليل زيتش وحيدا يقرر كيف ما حدش بيتكلم معايا. المستشارين اللي في المنتخب ما حدش بيتكلم معاه. احنا نعرفه وماذا اقول انا، ما حدش بيتكلم معاه. طبعا احنا عندنا كيروش. وين دور مصطفى حجي؟ طبعا وين دور مصطفى حجي؟ مصطفى حجي واحد من اساطير الكره المغربيه، لازم يكون عنده شخصيه وشجاعه ادبيه يتكلم عن المدرب. طبعا هذا هو المفروض، لانه اذا كان في هذا المنصب انا كنت دائما ما انادي بضروره وجود مدرب مساعد اخر. والمغرب يحفل بالأطر الفنية، يحفل بالمدربين الذين أبرزوا كفاءتهم، منهم من مر على المنتخبات الوطنية، منهم من موجود اليوم في الإدارة الفنية المغربية. فلا بد من أنه الإطار الفني لا بد أن يعاد. إنه وحيد خليل زيتش ما بيتكلمش ولا بيسمع غير لرئيس الاتحاد، ولا بيتكلم غير مع رئيس الاتحاد، وما بيسمعش لأي حد تاني، مستشارين أو غير مستشارين أو حتى مساعدين، لا يستمع لأي أحد في هو إذا كان لا يستمع لأي حد ليس له مكان بيننا بعد الآن، ويمكن حتى ما يسمعش حتى ومش حتوقف عليه الكرة في المغرب. لا أبداً وصلنا لنهاية الحلقة. تصدق والله العظيم وصلنا ساعة مازال سخون، لسه هنتخانق مع بعض. شو مازال قلك لسه هنتخانق مع بعض؟ لسه لا في بداية الخناق. لا ان شاء الله لا. طيب نحب نذكر بس بمواجهات الغد. بدر الدين افرغت كل ما في جعبتك. لا انا اتمنى الفكره تكون وصلت. اكيد وصلت استاذ. بوركينا فاسو السنغال امم افريقيا النسخه 33 الكاميرون 2021 دائما وابدا وحصريا عبر موطن الحقوق الحصرية بين سبورتس. يعطيك الصحة فتحي، ربي يحفظك. شكرا لك. عايشك. شكرا سيدي، حبيت الألوان الزاهية اليوم. الله يبارك حبيبي إن شاء الله. شكرا صابر. شكرا حبيبي. سأختم بكلمة واحدة. فضل. شكرا لكم وديما مغرب. الله يخليك. يعطيك الصحة.